هو رفيق الدرب والسلاح للشهيد علي النمر بالولاية الأولى التاريخية. اليوم وبعد 66 عاما عن موقعة شيليا الكبرى التي خلفت أكثر من 70 قتيلا من قوات العدو الفرنسي في 6 جوان 58 بهذا الجبل المسمى ثيم زوغين، عمي مسعود ورتان يعود بنا إلى تلك الأحداث. معركة شيليا هي بدأت، كان اجتماع نتاع الولاية وكان الاستعمار تاخذ معلومات، وجاء للجبل درع براسيون كما نقولوا، وبدأت المعركة على الصباح، هذا بالتيارات والانتيري والأنواع نتاع التيارات كل كاينين، الكوبتيرات والشي اللي جاي هامل على رجليه هاو من حساب. سي مسعود يستذكر أولئك الرجال الذين سقطوا في ميدان الشرف بتلك المعركة وهو يقول: علي النمر الله يرحمه، شفتوا كيفاه استشهد وكيفاه طاح، والرفقاء نتاعو استشهد علي رداح، والغزواني تغرست، وبن زرار اسماعيل، مازوزي محمد بن عبد الله، كان فيهم واحد يقولوا له عثمان معاش كي يرموا عليهم لاقرونات هزها بيده، كي هزها بيده فلقت في يده، طارت يده، هز واش اسمه المكحله باليد اليسرى. هذا الرمز الذي كافح الاستعمار في ثوره نوفمبر الخالده، حبه للوطن ظل خالصا، وهذه وصاياه لجيل اليوم. الشباب نتاع اليوم احنا سلمنا لهم المشعل، ينتهلوا في بلادهم، وكانت بلادهم كان ما كانش فيها مدارس، ما فيهاش مستشفيات، واليوم الحمد لله راهم قاريين كل، وراهم طباء وعلماء، الحمد لله يا رب العالمين. نقول لهم تهلاو شي ورث نتاع اجدادهم يتهلاو فيه. اذا كانت هكذا نظرة عمي مسعود ورتان وهو يقارب 90 عاما من العمر، فيا ترى كيف كانت وهو شاب في العشرينات حاملا السلاح بجبل الأوراس؟